ينضم إلينا عبر سكايب من روما سيد مهدي النمر المحلل السياسي. سيد مهدي، تخفيف الإجراءات تحت أي إطار يندرج؟ إطار بأن أعداد الإصابات باتت قليلة، أم أن العامل الاقتصادي اليوم هو المحرك الرئيس لهذه الإجراءات وتخفيفها؟ المؤشرات الصحية، مؤشرات العدوى هي المنطلق الرئيسي، فإيطاليا شهدت في الأسبوعين الأخيرين انخفاض لهذه المؤشرات وهبوط معامل العدوى إلى حدود 0.7 من المئة، يعني أقل من واحد، وهي مؤشر يسمح بالتعايش كما يعني وصف رئيس الوزراء هذه المرحلة، التعايش مع الفيروس. هذه ايضا تاتي تلبيه للحاجه الاقتصاديه، فان ايطاليا يعني منذ اكثر من شهرين تشهد شللا اقتصاديا شاملا، وملايين من الايطاليين لم يعودوا قادرين على يعني توليد دخول، وبالتالي هناك ايضا ضروره اقتصاديه واجتماعيه لهذه طيب. هنا سيد مهدي، في بلد مثل ايطاليا عانى كارثه انسانيه حقيقيه بسبب هذا الفيروس، الالاف من الأشخاص الذين توفوا بسببه، إلى أي مدى درجة الوعي باتت مرتفعة في عند الإيطاليين للتعامل والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، الالتزام بإجراءات التطهير والتعقيم للوقاية من هذا الفيروس؟ يعني الشهرين الماضيين أثبت أن يعني الإيطاليين بشكل ربما كان يعني فوق المتوقع كانوا على درجة عالية من الوعي والالتزام، طبعا يعني الحرص على الصحة والسلامة له قيمة كبيرة لدى الإيطاليين في ثقافتهم بشكل أساسي، وشاهدنا في الأيام الأخيرة وهذا التحسن حتى في المؤشرات هو نتيجة سلوك المواطنين والالتزام بمعايير السلامة. طبعا من اليوم سنبدأ حالة جديدة من الاختبار العملي الفعلي، الشوارع بدأت تشهد حركة يعني خاصة وسائل المواصلات وهي يعني النقطة أو الحلقة الأقل حساسية في هذه التدابير، على أساسها إذا استمرت معدلات العدوى تتراجع معنى ذلك أن هناك التزام وأن يعني في إمكانية للإقدام على خطوات أخرى ابتداء من نهاية الشهر المقبل. شكرا جزيلا لك سيد مهدي النمر المحلل السياسي، كنت معنا من روما.